وفدقنا وهجامين يوزير كجديد كي يدولي استهود السعيد جاب عقرشل أيامان تو حيسو قرن مجلة بلد وين أحرن تجو بالكهيران مركي أيك سو دقين جديد الدجور ده عالم يجا وقاس قليف وعالك سكوس ودويي مسؤولين تمام الكجو بالكهيران وهرك أي قدومية حمام الكجو بالك أنا أي كل مكلا دوان أي ليش أنا مدح دمام الكجو بالكهيران وزير كي يحبني وفدقي سكوه لنا يا وحى يجوهرين كرميرين قرون كديرودها وقاس قليف حردا إذا مدام اللي ترجع لما جلاي يسد وكلا حرمتي هراء الجديد كا وزير كجديد كي يدورسته هو السعيد جامع قرشال أي واحد وشجعي عندي بو خبر يد اسمع عصر يا كوسا من دونان دوان قرون كديرودها وقاس قليف في مجلة بلد وينه أنا وجودن بين وزير كولاه الله صحافة ده يسوى كور بحية صدار كي ومان تكوسو قار مجلة بلد وينه أكيد نسوي دفنتي لكره بلد وينه سوي ويهين داد مارتي سيفلاي سيلا أمي بحا أما داد غارة نمضة رقيا يكتمي دولة نمضة أنا أقول مدفين أبوه الرئي الله نفسي أنا عبد الله عثمان لأي هذا ماشي لغة عساسي أصل كو هيد مركا لزمي يلي يلي تاريخ هو إيادة سقوريس إيادة سقوريس مركا أنا وحانون دبسو من نوحيان حول شقو أو وزارد وإلا ذا هاي أو دل خوردان أح إنا نمرنو وانا نوصو أطا saa samarka qorshuhu maanta ku soo baxay inaannu soo marno hiiraan gaar ahaan caasimadeed baladweyne ee qorshinka ku soconay sida maareeyay aan horeyn ku sheegney waxa weyn hadda airportka ee isudu yahay in aan hadda qiimeyn ku sameeyno warag engineerada ama ragga hawshan qabsanaya ayaa nala socday ee baby iyo aan ka hayno nala socotayna waa jirtay oo kale hawshu marka dambe miskorkiisa noqonaysa in wixii baahi ah la soo saaro marka garoonku waxyaalaha hadda aanu wax ka qabaneyno oo ugu horeeyso hadda qiimeyntiisu waxay u baahantay in lagu celiyo oo loo sameeyo magaraatay study dan laakiin waxyaalaha hadda wasaarad ahaan aanu rabno inaan kow initiative shaqno waxaanu inii sheeganaa 10 shaqaale ah oo maxay ahayd yaqaan qaybtan oo tababarayo oo hawada ka shaqeynaya dowladda soo dejintooda iyo hawlaha soo dhan in tababar حدبا عن مانتا ما إني كسوينه إن وقت وها ريا نص درتان أو أي حمر تعبر خلوصيو ويجا صوص على واحد الله يرام حقي إنه كارنتا أنا حقي ديار بكتاي بس الحال كهذا وها عن ويني شيء هنا إن طبعاً وها أولين كان فاير ديبارمنت دبدمسك إن يدنا محيا هيد عن لا تعبر يو wadiga wasiir qorsheel ayaa gelinkii dambe maanta waxa ay dib ugu ambabaxeen garoonka ugaas qaleef isagoo u ambabaxay dhankii magaalada muqdisho wasabaalkii ugu horeeyay ee wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada mudane qorsheel uu ku soo gaaray magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan xuseen abdullahi jumcaaladini royal tv baladweyne